أمل الأربعاء العائد إلى الديار والاستقبال بملعبه إسماعيل مخلوف، عودة لم تكن موفقة بتذوقه مرارة الهزيمة الثالثة على التوالي أمام أنصاره عندما استقبل سريع غليزان الذي انطلق عداد نقاطه في هذه الجولة. الشوط الأول لم نشاهد فيه الكثير من الطرفين وغياب الفعالية في الهجوم، إلى غاية الدقيقة 29 الحكم بوسليماني يعلن عن خطأ لصالح سريع غليزان وكرة ثابتة نفذها الشاب بوردين مسكنا إياها شباك الأمل. هدف حرك المباراة أكثر وخلق ضغطا كبيرا على أصحاب الأرض الذين انطلقوا في رحلة البحث عن هدف التعادل. وآخر محاولة في المرحلة الأولى بعمل فردي من محايا كرته بدون عنوان. الشوط الثاني أمل الأربعاء يدخل بنفس جديد ومحاولة خلق الفعالية، لكن كل الكرات وجدت الحارس زيدي في الانتظار. وفي هذه المحاولة كرة خطيرة لكن الحارس زيدي في المكان المناسب لينتقل الخطر إلى منطقة الأمل بهذه الكرة، والحارس مرياح بصعوبة يبعدها إلى الركنية. محاولات لم تأتي بالجديد ونهاية المباراة لصالح الزوار بهدف لصفر ليكون أول الغيث لسريع غليزان.